يا هلا والله برجالينا السيوف العزة مالينا فرسان تتحسر عذاب اللوم صلب جبالينا يا أرض يا أرض ترابك عطر للدار ريحة غار سبحان العاطي ورجال ورجال عحباتها بتغار لو حدا تطلع فيها لك يا رب يا رب مكتوب عنا صار نحمي وطن بحجار وبحجار نبنيها يا هلا والله برجالنا يا سيوف العز قبالنا فرسان تتحدى العقاب الذي حل النكاح وحرم السفاح وأباح لهذه الأمة ما لم يكن لغيرها أباح. إخوة الكرام، النصيحة تحمل وجوه متعددة. التغالي بالمهور أنصح بعدمه، أنصح بعدم التغالي في المهور. قد يكون جانب من المجتمع له تأثير في دوام الزوجية، ولكن جانب آخر السلبي تأثيره أكثر، يزيد في العنوسة وعجز في الزواج، وأقول عبارة أقسى تعطيل الزواج. ممكن نقال قدرة، ممكن يكون شخص على معنى لا معنى فيه، عقود لقاد كالعادي ورد الجيخ من جيبك لا معنى. أتمنى من الجميع عليكم السلام. عم نسأل وبنحكى معنا وياكي بطريقة ما، بموعظة، بكلمة حسنة، عسى ولعل يكون المهور فيها شيء مقبول لدى الجميع، لأنه إذا طل فيه ازدياد وصعود صار فيه تعطيل. فمن باب النصيحة العامة أتمنى من الجميع أن يأخذ دور المقبول والمعقول في القليل، وإذا حبيت تجيخ من جيبك لا مانع. إن شاء الله وتعالى بإذن الله عز وجل أن يأخذ هذا الكلام مجروح في قلوب السامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يعطيك العافية على هذه الكلمة. اللهم افتح بخير عافاك الله واختم بخير واجعل عاقبة أمري إلى خير يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حطينا بيد الله ولو زوجتك موكلتي ابنة السهام على صداق قدره $500 مقدم $3,000 مؤخر على كتاب الله وسنة رسوله، قل له قبلت زواجها على ما ذكر مقدما ومؤخرا وعلى كتاب الله وسنة رسوله. للتوفيق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا جميعا متحابين فيك. وفق العروسين إلى ما تحب وترضاه، وباعد بينهم بين الشقاق والطلاق والنفاق والفراق، وأخرج منهم الكثير الطيب إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأشهد يا عمار الله يستر عليك. مبروك إن شاء الله. مبروك يا أميرة قلبي لا تخافي، باسمك وبلادي عشفاك.
عافي لاشيلك والله عكتافي.